دكتور فؤاد محمد عيسى، رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية. احنا نعرف ان انتوا بتقدموا كتير للشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. النهاردة ايه الجديد اللي بيبقى فيه تعاون مع شركة جوجل لتحقيق استفادة اكتر للشركات دي؟ الحقيقة اول ورشة عمل بتتم يمكن مع قطاع حكومي اليوم، وهي نقطة التجارة الدولية بالتنسيق مع شركة جوجل. اخترنا موضوع لورشة العمل اسمه المنظومة الإلكترونية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. معروف شركة جوجل، كل الناس بتستخدم جوجل في البحث وفي الإعلانات وفي اليوتيوب في تنفيذ أعمالها. وإحنا باعتبارنا كنقطة تجارة دولية مختصين بالتجارة الإلكترونية في مصر، وإحنا الفوكال بوينت للاتحاد الإفريقي للتجارة الإلكترونية، وباعتبارنا عضو في الاتحاد الدولي لنقاط التجارة الدولية، فإحنا مختصين بموضوع تكنولوجيا، استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في عملية الترويج والتسويق. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة طبعا لما لها من دور في خلق فرص عمالة وفي تقديم الخدمات والإنتاج والتغذية للمشروعات الكبيرة، فلابد أن نساعدها على أساس أن العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع الكمبيوتر ومع النت ومع الأدوات الحديثة. فأحنا كنقطة تجارة أولا أحنا بنعمل دورات تدريبية مجانية، كل خدمات نقطة التجارة مجانية، إن احنا بنعلمهم إزاي يعمل ويب سايت طبعا، وإزاي يعمل إيميل، وإزاي يحط المنتجات الخاصة بيه على الموقع الإلكتروني، وبنديله باسورد وبنعمل له موقع إلكتروني، وبنساعده إزاي ناخد المنتجات بشكلها سواء بالعربي أو بالإنجليزي، ونساعده ونحطها على الموقع على المواقع الإلكترونية. ونقطة التجارة لها اتصال مع 125 نقطة تجارة دولية مماثلة، فبنعرض المنتجات بتاعتهم، وبتأتي عمليات فرص تصديرية احنا بنبلغه بيها، او هو يخش على الويب سايت بتاعه طبعا، ليه باسورد وليه صفحة على الموقع، وهو يخش بنفسه، او احنا نفسه بنوصل له الفرصة التصديرية اللي بتجي وبنتابعه لغاية ما يتم تنفيذها. طيب كم شركة استفادت النهاردة، وهل هيبقى في تكرار لورش العمل دي بعد كده؟ ده باستمرار جدا، لسه في مجموعة كبيرة طبعا من خلال احنا اتصلنا مع المجالس التصديرية وقاعدة البيانات الموجودة لدينا أكثر من 13 ألف شركة احنا مسجلة عندنا في الموقع بتاعنا بنقدم لها خدمات. ف يعني من المتوقع ان احنا نعمل كل شهر ندوة او ورشة عمل زي بتاعت النهاردة لكي نشرح بيها، برضه نجيب المختصين في هذا المجال، بالاضافة الى احنا عندنا العاملين في نقطة التجارة الدولية على مستوى كفاءة عالية جدا، بنقدم خدماتنا الالكترونية. فطبعا في شركات كتيرة النهاردة، يعني في يمكن عندنا حوالي 220 شركة اللي هي حضرت النهاردة وطبعا وبعتت على الايميل وحضرت بعتت مسبقا للحضور للتأكيد للحضور، فأكثر من 220 شركة النهاردة حضرت، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة ومن الغرف التجارية والغرف الصناعية النهاردة حضروا عندنا واستفادوا. ألف شكرا لحضرتك.